وكاد ان يسجل لاعب علي مبخوت ولا الاهداف. كره ملعوبه الان لكن تبعد وتتخلص. عادت مره اخرى ياسر مطر يلعب كره الى سبيت. سبيت في وسط الملعب اماميه من سبيت الى ياسر لكن بالراس من وليد عباس. عادت مره اخرى الان اماميه عز عبيد تتخلص من امامه. تسديده حاضره. أوه! ابراهيم مديكا كالعاده يبدع، كالعاده يسجل، كالعاده يفرح الجزراويه. ويوم ما تتعسر الامور الحلول موجوده عند ابراهيم مديكي. ابراهيم مديكي يسجل هدف التاسع له شخصيا في الجوله التاسعه ويفرح الجماهير الجزراويه بتسديده زاحفه خالطت حارس المرمى وعانقت الشباك. هدف اول في هذه المباراه ابراهيم مديكي. يأبى بأن ينتهي شوط المباراة الأول والجزيرة متعادل سلبا. إبراهيم أدياكي لك كان لك كلمة. فاز في ثلاث مباريات خارج ملعبه، فاز أيضا في ثلاث مباريات على ملعبه، تعادل في مباراة وخارج ملعبه، تعادل في مباراة على ملعبه، سجل 10 أهداف ودخل في مرمى هدف، وخارج ملعبه سجل 9 أهداف ودخل في مرمى 6. وكرة ملعوبة. الله 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 الله. الصدارة ولا غير الصدارة. الجزيرة خارج دياره يسعد جماهيره بهدف ثاني الآن يأتي عن طريق اللاعب إبراهيم مديكي. إبراهيم مديكي لمواصلة المشوار وتحقيق الانتصار وإسعاد الأنصار. يعمل هدياكي هلبة المغوار ويسجل هدف الانتصار الثاني. هدف رصاصة الرحمة، هدف رصاصة الرحمة يأتي من إبراهيم مديكي بعشرة لاعبين ولا 11. الجزيرة شعار الانتصار ولا غيره، شعار الانتصار ولا غيره في هذه المباراة. إبراهيم مديكي في الجولة التاسعة يسجل 10 أهدافه.